أريد معرفة رأي الدين في اتباع الصوفية، وهل قراءة الأوراد أمر حسن يرضي الله ورسوله؟ لأني سمعت أنها ممكن تكون فيها بدعة، والله أعلم. التتويه ده ملوش لازم، يمكن والظاهر وكذا، اسأل العلماء. دخل جبريل في حديث الذي جاءنا ليعلمنا أمر ديننا، فسأل عن الإيمان وعن الإسلام وعن الإحسان، وأخذ وسأل أيضا عن الساعة وعلاماتها، فسأل عن أربع قضايا كبرى. فقام من قام لحماية جانب الإيمان وتكلموا فيه بالتفصيل وبرد شبه المشتبه على الخلق. احنا وصلنا الى الاندلس ووصلنا الى الصين، وهذه مساحة كبيرة من الارض كان كل واحد فيها له اسئلة، من اين اتينا والى اين نذهب وماذا نفعل هنا، واجابها الاسلام. دخل الاسلام وقام اناس من اهل العقيدة لحماية التوحيد الخالص الذي بنيت عليه قضية الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ستة أركان للإيمان والإسلام. قام الفقهاء لحماية حوزة الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج والصوم إلى آخره، والإحسان اللي هو الصوفي. قاموا وقالوا لابد أن تخلي قلبك من القبيح وأن تحلي قلبك بالصحيح. فألف الإمام الغزالي إحياء علوم الدين المنجيات المهلكات، الربع الثالث والرابع. مهلكات الحقد الحسد، المنجيات التواضع الحب، وهكذا. اشتغل على نفسك، اهو ده التصوف. ينفع بقى اخد واحد مرشد ليا يرشدني في الطريق الى الله؟ هو ده الادب مع الله. يبقى اذن الصوفية هي مرتبة الاحسان. بدع، كل حاجة فيها بدع، ده في بدع. البدع هي مخالفة لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك تمسكوا بهذه الثلاثة، لأن جبريل جاء ليعلمكم أمر دينكم، ثم أضيف لها رابعة وهي الاستعداد ليوم الميعاد، مالك يوم الدين.